الحب مش إنك تعمل حاجات خارقة وحاجات فظيعة اللي بيجوه في الأفلام ده، وتقف تحت البلكونة في عز التلج وتجيب هدايا كبيرة أوي غالية جدا. مش ده الحب خالص. الحب إنك تعمل حاجات صغيرة اعتيادية لكن بحنان واهتمام. الحب انك تعمل حاجات صغيرة اعتيادية عادي جدا اي حد بيعملها بس بالتاتش بتاعك. ساعدني، حاول تفرحني، ابذل مجهود علشاني. احس ان انا مسنودة على راجل مش على حيطة مايلة. خاف عليا وحبني. الست محتاجة راجل يطبطب كده ويتصرف. الحب هو الامان. مفيش حب من غير أمان خالص. أول طلب في الحب هو إشباع الأمان والطمأنينة. زي ما الطفل كده بيقعد جنب مامته، أول ما يشم ريحتها، أول ما يشوفها، أول ما يسمع صوتها تلاقيه هدي وابتسم مهما كان متألم مهما كان بيعيط. هو ده الحب.